مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث مباشر. مبشر معكم من السوق الاسبوعي الجديد نواحي مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا الخير تبارك الله موجود، يعني كاين هنا بالسوق الاسبوعي، يعني كاين اشكال وانواع، كاين الابيض، كاين الاحمر اللي ما مشرملش، كاين زيتون مقطع المشرمل، وكاين زيتون اللي مقطع ما مشرملش، كاين زيتون الكحل، كاين الاحمر، كاين الابيض، يعني كاينه، يعني الخير تبارك الله كاين، يعني كاين دابا الزيتون ما كنشوفوه، ولكن الثمن ديالو راه طالع بزاف السوق الاسبوعي. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم. شوف الله يحفظك اختي. قول لي اخويا، خرجنا من الزيتون اللي عندك دابا اللي كتبيه. الزيتون كاين فيه انواع، كاين فيه الكحل، كاين فيه الابيض. ولكن الثمن فيه مناسب. انا دابا مع هذا العام ما صباش فيه الشتا وداك السيف، زاد الثمن شويه. على حساب السلعه مني قليله. ولا دابا عندك يعني اشكال انواع ديال الزيتونات. انواع ديال الزيتون كيدير. الزيتون اللي عندك لها شكون تصلح، واش الماكله ولا المرقه؟ الماكله، الطياب، كل شيء كيصلح. كاين الزيتون ديال المرقه؟ كاين الزيتون المرقه، كاين معظم، كاين بلعظم، كاين بلدي. الماكله كاين الكحل، كاين الشرمل، كاين المقطع. يعني تبارك الله عندك كل شيء، عندك انواع كامله. الحمد لله من شوز ديال واخا قربنا من بلادنا زينه تبارك الله. ها؟ قربنا من الاثمنه. الأثمنة مناسبة شوية، ونتمناو هذا العام إن شاء الله تكون الأمطار من عند الله إن شاء الله، وتكون الثمن تخفض شوية. واخا شحال وصل دابا الزيتون هنا في الشتاء؟ 130 درهم. 130 درهم؟ 140 درهم. 800 درهم الرابع. واخا هذه شحال كاين جاي الثمن العادي ديالك؟ داير 4 درهم الرابع. شحال؟ داير 4 درهم الرابع. الرابع. ودابا الرابع شحال داير؟ دابا الرابع داير 160. 320. مسكين الرابع ديال 160. يعني طلع الثمن بزاف. يعني طالع بزاف. ها؟ ولكن شنو السبب ديال الزيادة هذه؟ السكن شتا قليلة شوية، وداك الشيء والزيتون قليل، والفلوس ديالها قليل، وزاد الثمن ديالها. يعني هذه شحال كان ديك 20 درهم بحال هكا ياك؟ قريبة. أنا 20 درهم. يعني 10 درهم ديال الزيادة. واش السبب هو الشتا ولا؟ واش السبب هو الشتا ما صباش، وكان المنتوج قليل، هذا هو اللي كان خلاه توافق الثمن ديالو، هو اللي واصل الثمن. نتمنوا ان شاء الله هذا العام يكون خير. ان شاء الله يا رب. نتمنوا ان شاء الله الزلم يكون تحفظ من الثمن ديالو. مين كتجيك الزيتون؟ عندنا واحد قرسيف. عندنا واحد شنو؟ قرسيف. قرسيف؟ اه. شنو كتجيك الزيتون؟ واه كيجيبوا كاين. علاش ما كتاخذوش لينا من النواحي؟ ما كاينش من النواحي ديال الدار. لا كتمشي على حساب المنتوج اللي بغيتي انت. زعما تكون مليحه راه كتمشي تجيبها من البلاصه اللي بغيتي. زعما كتكون مزيانه كدي واحد شويه الثمن. على حساب الكليان وداك الشيء كتبغي تكون كتخدموا بسلعه زوينه تبارك الله. 32 درهم. لقيتي قال لها زيد السلعه ناقصه شويه. يعني حسب يعني كل زيتون وعنده الكاليتي ديالو. واخا دابا ما كتشوفش انه الزيتون قليل، يعني ولا قليل شويه. هو قليل شويه على حساب السما صاباش وداك الشيء. نتمنوا هذا العام ان شاء الله يكون خير من عند الله وتكون شويه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ما تطولش عليك بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا. يعني تبارك الله، يعني ها الزيتون كنشوفوا يعني كاين، ولكن الثمن ديالو ها انتم كاليتي يعني مزيانه. ها انتم كاين زيتون الاحمر، كاين الابيض اللي مقطع، وكاين الحامض، كاين ديال المرقه اللي بالعظم، وكاين الكحل كاين اللي بالعظم. ها انتم كما كتشوفوا الشرمل حتى هو كاين، هذا حتى هو الابيض كاين، يعني كاين الانواع كامله ديال الزيتون ديال الزيتون، ولكن الثمن راه هو طالع. شنو رايكم مشاهدينا في الثمن؟ واش هذا الثمن هذا يعني مناسب؟ هذا الثمن هذا مناسب بالنسبه لكم انتم انكم تشريو الزيتون 32 درهم. مشاهدي قناه شوف تيفي، وصلنا لنهايه البث، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.